أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من يسب أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين وينتقص منهم ولا يقر بخلافتهم، هل يقال عنهم إنهم مسلمين؟ لا، إذا كان يعلم الأدلة على ذلك وينكرها فهذا يكفر، أما إن كان مقلداً أو جاهلاً فهذا يعذر حتى يبين له الحق، فإن أصر فإنه يكفر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.